بحلول نهاية السنة الثامنة من النزاع في سوريا، قدرت الخسائر الاقتصادية بما يفوق الـ 442 مليار دولار. هذا بعض ما جاء في التقرير الصادر في 23 أيلول سبتمبر بعنوان سوريا بعد 8 سنوات من الحرب عن الإسكوا وبرنامج الأجندة الوطنية لمستقبل سوريا التابع لها ومركز الدراسات السورية في جامعة سانت أندروز. أطلقت الإسكوا وبالتعاون مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة وهيئة تنظيم الاتصالات في الإمارات العربية المتحدة النسخة العربية لمسح الحكومة الإلكترونية 2020 خلال اجتماع افتراضي حول تطور الحكومة الإلكترونية في المنطقة العربية، وناقش المشاركون سبل تعزيز خدمات الحكومة الإلكترونية في المنطقة واقترحوا توصيات بهذا الشأن. بناء على طلب لجنة إدارة واستثمار مرفأ بيروت، تطلع الإسكوا بدراسة تعيد النظر في المخطط التوجيهي للمرفأ الذي كان قد أعد في عام 2018 مع الأخذ في الاعتبار التغيرات التي أحدثها الانفجار المأساوي في 4 آب أغسطس. وفي هذا الإطار نظمت الإسكوا في 17 أيلول سبتمبر ورشة عمل تشاورية مع الجهات الفاعلة في المرفأ لمناقشة النهج المقترح للدراسة.